الكتاب طاعة من القاهرة الرقم 7435 على 1 والمرة 27/8/2019. تعصب عرض المتهمين في الجلسة المشار إليها نظرا لظروف الأمنية، والكتاب مزيد بتوقيع لواء سعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، شرط عليه المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق تاريخ اليوم. لذلك قررت المحكمة مد أجل الحكم جلسة 11/9/2019 مع استمرار حبس المتهمين. رفعت الجلسة.